أيضا لمزيد من تسليط الضوء حول هذه الأزمة معنا على الهاتف الدكتور خالد الربابعة سعادة نقيب الممرضين الأردنيين. دكتور خالد مساء الخير. هلا مساء الورد، الله يعطيك العافية. يعني يبدو أنه قصة الاقتطاعات من الكادر الصحي تفاعلت بشكل أكبر خاصة مع استقالة جزء أو أعضاء مجلس نقابة الأطباء، ثم اليوم في الإيجاز الصحفي الذي تقدمت به الحكومة تحدثت عن مكافآت ولم تتحدث عن تراجع في قرار العلاوات. كيف ينظر أو تنظر نقابة الممرضين لهذه الأزمة؟ كيف تتعاملون معها؟ تفضل. بداية يعطيك العافية سمر. يا مرحبا. الشباب اللي معك العافية ومستمعينكم نلغمك اليرموك. تسلم. يا سيدي العزيز، انت يعني احنا ككوادر صحيه اذا كانت انت لك فلوس، والفلوس يعني ايش الفرق انه تكون هي على شكل مكافآت او تكون يعني بشكل اقتطاعات من، يعني انا مش قادر افهم يعني بالضبط يعني ما هو الاحتجاج، يعني على شو الاحتجاج؟ يعني هل انت كانت اذا كانت على شكل مكافأة بيختلف اذا كانت على شكل اقتطاع؟ العلاوة الفنية ما في فرق بيناتهم، يعني طالما بالنهاية انت تأخذ نفس الرقم اللي راح يقتطع عليه وراح ينزل على راسك وراح يدخل في الضمان الاجتماعي وراح تأخذ يعني نفس المواصفات. هلا الحكومة لها طريقتها يعني في هذا الملف. لا هو يبدو الحكومة أستاذ خالد، دكتور خالد، الحكومة بدهاش تفتح على حالة باب القطاعات الأخرى. أنا بجوز بتفق معك المكافأة، لكن في سؤالنا لأحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء قال الخوف أن لا تستمر هذه المكافأة لنهاية العام، ففي ضمانات؟ يا أخي إحنا بس 12% من الاجتماع وما كانوا فيه لا مجلس نقابة، يعني مش بالموضوع مجلس نقابة الأطباء وعلى إيش يستهدف. إحنا عارفين أننا نظل طيبين هون لآخر السنة. يعني احنا في ضمانات عندنا بين ايدينا شايفينها يعني او مطلعين عليها انه ستستمر يعني هذه العلاوه والرقم اللي مطلوب اصلا، يعني احنا بدناش نحكي عن كل شيء في هذا الموضوع يعني رقمك، لكن مطلوب 20 مليون وكان متوفر وجد نصلح قادر على انه من هون لنهايه السنه الكوادر الصحيه كامله سواء كان الاطباء او الممرضين او كافه الكوادر الصحيه قادر على إيجاد هذا المبلغ في موازنته أو بالفلوس اللي عنده أو بالطريقة، هو قادر والرجل يعني تعهد أنه أنا قادر على أني أغطي هذا المبلغ حتى نهاية العام على شكل مكافآت للكوادر الصحية. أنت الموضوع مضبوط ولا لا؟ يعني هاي إذني وهاي إذني، إذا ما فيش مشكلة الأصل ما يكونش في مشكلة، مش هيك؟ مثلا يعني هاي اذني وهاي اذني دكتور خالد، كانه ما فيش مشكله، صح هيك؟ هيك فهمت منك. بالضبط، انا لا ارى في الموضوع مشكله لغايه هاي اللحظه، ويحكي بهذه كل يعني كل مقام له مقال يعني، وكل صحيح زي ما بحكوا كل سؤال له جواب يعني. هلا احنا الاقتطاعات بدات من الشهر هذا، احنا بدنا فلوس هيئاتنا العامه بتروحوا بتجيبوها من الصندوق الفلاني من وين بتجيبوها؟ تجيبوها يعني هذا مسؤوليتكم تدبروها، وهم قادرين يعني وعدوا بانه نعم احنا قادرين على ان ندبر هذا المبلغ، وانتم كل نهايه شهر لما بتنزل الرواتب بتخليها تكون موقف واضح كما هي. مضبوط بشكل يعني موقف واضح، موقف واضح، موقف واضح، موقف واضح. شكرا لك على وقتك، موقف واضح منك دكتور خالد الربابعة. شكرا لك نقيب الممرضين الأردنيين. يعني سنتوقف عند هذا الحد في الحديث عن هذا الملف، وواضحة أمامكم الخريطة. نذهب بكم إلى فاصل قصير ثم نعود.